الأخوة والأخوات متابعي قناة الأخ سامي جريس، أهلا ومرحبا بكم. حلقة تانية بنعمة ربنا بقى هتكون الأخيرة في موضوع العذراء. الصيام خلص والفرح جاي والهيصة دي كلها، عشان هبتدي بعد كده سلسلة أشد، ماشي كده بنعمة الرب، هبقى أعلن عنها، هي في الدماغ بس كده. يعني الحقيقة بتاعت النهاردة الحقيقة يعني مفرقعة، حكاية إن العذراء بعتت جيش من التعابين علشان حماية دير. أنا كنت أشرت للموضوع ده قبل كده، لكن على كل حال عشان ما نضيعش وقت نتفرج على الفيديو وبعدين نرجع نعلق عليه ونشوف الحقيقة الناس رايحة فين وجاية منين وإزاي الشيطان ضحك عليهم. نتفرج على الفيديو ونرجع نتكلم مع بعض تاني. في جزيرة كيفالونيا اليونانية ظاهرة غريبة كل عام، وفي الأيام التي تسبق عيد رقاد والدة الإله الواقع في 15 من آب، وبعده تتوقف هذه الظاهرة ويعود كل شيء إلى مجراه الطبيعي. عدم ظهور هذه الأفاعي في الجزيرة في هذه الفترة علامة سيئة، وقد حدث ذلك في الأعوام التالية. 1940 تم حينها احتلال اليونان من قبل النازيين الألمان. 1953 تعرضت الجزيرة لهزة أرضية عنيفة أودت بحياة مئات الضحايا، كما أن الثعابين لم تخرج في عام 1974 عندما وقع الغزو التركي لجزيرة قبرص اليونانية. لماذا، متى وكيف ظهرت هذه الثعابين؟ تعددت الروايات، لأن كاهن الدير يفيد بأنه في عام 1705 عندما كانت سفن القراصنة ترسو في الجزيرة، وكان القراصنة الذين يستقلونها يتوجهون إلى الدير لنهبه في ذلك الوقت، صلت الراهبات وتضرعن لوالدة الإله لحمايتهن وحماية الدير. وتقول الأسطورة أن الدير أصبح محاطا فجأة بأعداد كبيرة من الثعابين، مما أجبر القراصنة على الفرار خوفا، وتم إنقاذ الراهبات والدير. ومنذ ذلك الحين تظهر الثعابين سنويا في الفترة الممتدة ما بين 15 من شهر آب، غير مؤذية، تشاهد بين المؤمنين داخل الكنيسة في عيد رقاد والدة الإله، على أيقونة بنائية وفي كل مكان، رمادية اللون صغيرة لا تزيد عن متر واحد، جلدها مخملي ورأسها كحافة لسانها على شكل صليب صغير. وبالرغم من الدراسات العديدة التي أجريت حول كيفية ظهور واختفاء الثعابين وأنواعها من قبل العديد من العلماء الأوروبيين الذين زاروا الجزيرة، إلا أنهم عجزوا حتى اليوم عن تفسير هذه الظاهرة، ولم يستطيعوا حتى معرفة أنواع هذه الثعابين. في كل عام يأتي العديد من المؤمنين ويؤمون الجزيرة للتبرك من أيقونة والدة الإله بنائية، كما يرغبون في رؤية الثعابين التي تعتبر غير مؤذية ومعجزة دون خوف. ووفقا لاعترافات العديد من المؤمنين، حدثت عجائب شفاء من أمراض مستعصية بنعمة والدة الإله الشفيعة الحارة. فبشفاعة والدة الإله الفائقة القداسة، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. شفنا الفيديو، عندي 7 تعليقات وبعدين هنخش يعني خطوة خطوة في الموضوع. أول حاجة بيقول لك في اختلاف في القصص، لو حد خد باله يعني، ولازم تكون خدت بالكم يعني. كون قصة يقول لك فيها اختلاف في القصص بتفكرني لما يجي يقول لك عند المسلمين اختلف الفقهاء، كونهم اختلفوا في الآخر استقروا على واحدة، ده معناها إنها قصة خرافية، بالظبط زي قصة صعود جسدها لغاية النهاردة مش راسين على بر، قصة استشهاد توما مش راسين له على بر، قصة توما كان في الهند ولا ما كانش في الهند مش برضه راسينهم على بر، فالقصة كلها كذب في كذب. نمرة 2، دي بقى حاجات بقى مهمة، ما أهمية، دي نقطة مهمة قوي بقى، تكرار المعجزة أو تذكرها كل سنة، دي مشكلة كبيرة جدا. هل احنا شفنا حاجة زي كده في الكتاب؟ يعني مثلا لما على سبيل المثال لما ربنا شق البحر الأحمر قدام بني إسرائيل، هل كان كل سنة في نفس الميعاد البحر يتشق؟
بغض النظر ما حدش هيعبر يعني، بس تذكار يعني، وبقى لهم 300 وشويه سنه على الموضوع ده. انا بتكلم على معجزه العذراء مش على البحر الاحمر من ناحيه الزمن يعني، لان بيقولوا دي ابتدت سنه 1705، احنا النهارده 2020، يبقى بتتكلم تقريبا في حوالي 315 سنه. فهل البحر الاحمر كل سنه بيتشق ويرجع تاني، او نهر الاردن لما برضو اتشق ايام يشوع هل برضو كل سنه بيتشق ويرجع تاني؟ طبعا لا. طيب ايه بقى الخطر في الحته دي؟ ايوه خد بالك بقى، هنا في الخطر ان كده ربطوا الناس، ده الشيطان طبعا اللي ربطهم، ربط الناس لما تتكرر عمالين يفكروا في مين؟ في العذراء وتمجيد العذراء ويعني الصوم العذراء، وبقى كل الفوكس والتركيز فين؟ على العذراء. فهو كده كأنه ربطك كل سنة بيأكد لك الفكرة، بيأكد لك الفكرة، العذراء لحقتك، العذراء حرسك وضمناك. لأن ما شفنا في الفيديو أن الراهبات لما يعني عرفوا القراصنة جايين وهينهبوا الدير ويعتدوا عليهم وكده، تشفعوا وتضرعوا لمين؟ يا للعار، مش للمسيح، تضرعوا للعذراء. فأصبح دلوقتي الموضوع ده مرتبط بإيه؟ بالعذراء. خلص القصة على كده. هنشوف حاجة تانية كمان برضو. النقطة اللي بعدها، يبقى الموضوع بتربط العذراء، تكرارها السنوي بيربط أكتر. حكاية بقى عدم ظهورها يعتبر بالنسبة لهم نبوة على مصيبة جاية. دي برضو مصيبة أكبر. أنا حبيت أربط الاثنين دول ببعض. يعني أصبح دلوقتي إن هم كأنهم بيتلقوا إعلان نبوي إن في مثلا حاجة مش كويسة هتحصل في البلد لما ما يظهروش. فأصبح دلوقتي بيتلقوا كلمة النبوة منين يا إخوة؟ على فكرة كلام النبوة ده موهبة من مواهب الروح القدس في العهد الجديد بصفة خاصة. هو كان برضو موجود في العهد القديم لفئة معينة أو ناس ربنا بيختارهم فيريس يعني باختيار خاص منه، لكن دلوقتي بقت متاحة أكتر لكل المؤمنين، ما يعني ما مش لازم يبقى نبي ولا كاهن ولا كده. فكون إن دلوقتي هم لو ما ظهرتش في المعاد يقولك في مشكلة جاية، يبقى أصبحت حتى التعابين بقت هي التي يتلقون منهم ما يسمى في العهد الجديد كلمة نبوة. طبعا دي برضو مصيبة تانية، انت بتاخد بتعرف النبوة بتاعتك من التعابين. النقطة اللي بعدها اعتقد دي حتى من اربعة ولا نمرة خمسة، بيقول لك بقى ايه نمرة خمسة، غير معروف، بيقول لك حملوا العلماء والهيصة دي كلها لا عرفوا التعابين دي بتروح فين ولا بتيجي منين ولا نوعها ايه. وطبعا المفروض انها بقى لها 300 وشوية سنة، يعني المفروض انها بتكبر وبتتكاثر، يعني باختصار شديد مش عارفين لها اصل. انا موافق جدا على حكاية ان العلم فشل. عارف ليه؟ لانها بالظبط بتفكرك بقى بايه؟ بشغل بتاع ايام السحرة بتوع فرعون. يعني فعلا دي كده حاجة الشيطان بيعملها، بتفكرك بايه تاني؟ الحية في جنة عدن، راح يعني الشيطان دخل في الحية، فهو برضو بيستناهم كل سنة ويبعت الجيش بتاعه زي ما هنشوف، يبقى تعابين جميلة وحتى يقولك على شكل الصليب والهيصة دي كلها وما تأذيش، وتفضل الناس في دماغها انها ماشية ورا التعابين وبتاخد بركة منها زي ما شفنا، وبيحطوها في ادمغتهم وبيبسوها. يعني اكراما ليها، اكراما لمين؟ للتعبان او للعذراء؟ الاثنين انيل من بعض، لان في الاخر الشيطان هو اللي ورا كده. انا مش اقصد اهين العذراء طبعا، حاشا، لكن طبعا لان الشيطان هو اللي بيحرك واخد موضوع العذراء سلمه يضحك على الناس بيها. النقطه اللي بعدها، اللي بيحصل بقى في الموسم ده ايه بقى؟ ها، عشان كان في واحد طلع فيديو يعني، بس الحقيقة انا مستخسر ارد عليه، يعني انا رديت عليه على الموقع بتاعه في 22 نقطة، موقع واحد كاتب العذراء والشفاعة ومركزها الكتابي، حب يعمل نظرية جديدة. المهم يعني فبيقول لك هو مين اللي بيتمجد في الاخر؟ هو بيقول طبعا ان ربنا بيتمجد، كذب، مش ربنا اللي يتمجد، بيعملوا يمجدوا مين؟ العذراء، وبيرفعوا التقاربين باسم مين؟ والعظات على اسم مين؟ كله للعذراء. هتقول لي ما برضو يقولوا المسيح صح، بس المسيح واخد جزء قد كده، بينما ينبغي ان يكون له الكل، والجزء الصغير ده اللي هو بيضحك بيه الشيطان عليك.
لان زي ما قلت ديانه وثنيه بس الطعم المسيحيه فبتبلع الطعم. ماشي كده؟ يبقى انا كده خلصت ايه بقى التعليق على الفيديو، ان كونها بتتكرر طبعا دي حاجه مش كتابيه او انا ما شفناها، والغرض من التكرار انه يربطك بالحدث ويخليك تعيد وتزيد في العدره. وبعدين كمان وصلت انه بيدي لك كلمه نبوه عن طريق التعبان، مش كده؟ ده شغل سحر وشعوذه. نيجي بقى نشوف بقى ايه نماذج بقى ازاي ربنا انقذ شعبه في العهد القديم والجديد. بعت لهم مين؟ حلو كده؟ انقذ الرب الإليشع النبي. فاكرين إليشع النبي؟ هتلاقي القصه دي موجوده في ملوك تاني صح 6، مش هقدر اقراها كلها عشان الوقت، لكن كان حصل ان ملك ارام كل ما حارب اسرائيل كان ربنا بيعلن لإليشع النبي اللي هو تلميذ ايليا، يقول له اجري قول للملك ان ملك ارام جاي لك من الحته الفلانيه. فكان إليشع يقول للملك بتاع اسرائيل، فكان ملك اسرائيل بيتحفظ وياخد باله، فملك ارام ما يعرفش ياخده على غفله يعني. المهم فملك ارام الناس قالوا له، هو الاول شك ان في جواسيس، فبعدين من وسط شعبه او من وسط القاده بتوعه، فواحد قال له لا 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 ده إليشع بيعرف كل حاجه وبيقول له. قال له فين إليشع ده؟ قال له حته اسمها دوسان. قال له ده بسيطه نجيب يعني ده نخلص منه ده. فراح جايب بقى ايه؟ جيشا ومركبات ثقيله واحاط بالمدينه اللي هي دوسان اللي هي كان ساكن فيها مين؟ إليشع. وبعدين صبح الصبح إليشع كان عنده تلميذ اللي هو جحزي، وبعدين جه يعني تلميذ إليشع ده طلع فشاف ايه بقى؟ الجيش بتاع ارام محاوط ايه؟ المدينه. جميل قوي. فدخل قال له الحق يا معلمي هنعمل ايه في الموضوع دوت يعني؟ فاللي حصل انه إليشع قال له لا لا ما تخافش، لان اللي معانا اكتر من اللي معاهم، مش اللي علينا، اللي معانا. هو يقصد ايه بقى؟ هنشوف دلوقتي مين اللي معاه. طبعا التلميذ قال له، البعض بيقول دوت مش جحزي عشان ما حدش يمسك عليا فهنسميها تلميذه يعني، لان بيقولوا جحزي كان يعني كذب وعي ومشي وجا واحد تاني، بس مش دي القضيه دلوقتي يعني. فاللي حصل بقى ان إليشع قال ايه؟ افتح. وصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عينيه الغلام فابصر ايه بقى؟ واذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. يبقى ربنا بعت ايه؟ الجيش بتاعه. كان تعبين؟ لا طبعا لا يمكن يكون تعبين. اما كان الجيش بتاعه كان ملائكه وايه تاني؟ خيلا ومركبات، طبعا دي كلها شغل ملائكه يعني، او قوات سماويه ممكن نسميها كده، حول إليشع. نمره 2، تشجيع يعقوب لما هرب من عند لابان، دي موجوده في تكوين 32. واما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكه الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم، ومحنايم معناها معسكرين، يعني يظهر ان هو شاف ممكن نقول ايه؟ اتنين لواءات كده يعني كميات، ويبدو انه مقسومين يعني كمجموعتين، فقال ده جيش الله، يبقى شاف ايه؟ ملائكه. نمره 3، برضه حزقية الملك الصالح بتاع مملكه يهوذا المملكه الجنوبيه، لما جه سنحريب وحاوط او حاصر اورشليم وكان عايز يعني يغتصبها او يعني ياخد يعني يغتصب البلد يعني. ده الكلام ده تقريبا كان سنة 705 او ما بعد 705 حاجة بسيطة يعني، جاي 704 703. واللي حصل بقى ان حزقية خد رسائل التهديد اللي جاية من الملك سنحريب، وطلع عشان خاطر يعني الهيكل، وحط المشكله قدام ربنا وقال له انت تتصرف. فربنا عمل ازاي بقى؟ قال له ما تخافش على لسان اشعياء. وكان في تلك الليله بقى ان ملاك الرب خرج، ملاك الرب خرج وضرب من جيش اشور، ايوه، 185,000. ولما بكروا صباحا اذ هم جميعا جثث ميته، فانصرف سنحريب ملك اشور وذهب راجعا واقام في نينوى. يبقى ربنا حارب عن شعبه في زمن حزقية الملك بايه؟ ارسل ملاك خلص الموضوع. 4، ازاي ربنا انقذ دانيال؟ كلنا حافظين الحكايه. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. يبقى بعد برضو الملك بتاعه. كيف عهد جديد بقى؟ نمرة 5 و6، ناخد نموذجين بسرعة. عهد جديد، كيف تم انقاذ بطرس من السجن في اعمال 12 لما كان هيرودس مزمع تاني يوم يقدمه للمحاكمة ويخلص منه زي ما خلص من يعقوب؟ اللي حصل ايه؟ جاله ملاك في السجن وفتح له طلعه، صح؟ ملاك، ها؟ دي نمرة 5. نمرة 6،
كيف تم إنقاذ بولس وسيلة في سجن فيليبي في أعمال 16. جاء برضو هم بيرنموا بالليل، هوب حصلت زلزلة، وجاء طبعا زلزلة برضو كان يعني شغل ملائكة ده. يعني مين برضو اللي حمل البشارة العذراء؟ ملاك. مين اللي حمل البشارة بالقيامة؟ ملاك. موجود في رسالة العبرانيين ان الملائكة هي بقى ايه؟ أرواح خادمة، ايوه، مرسلة للخدمة لمين بقى؟ لأجل العاتدين ان يرسوا الخلاص، اللي هم المؤمنين الحقيقيين، مش اللي بيجروا ورا ناس تانية غير ربنا. نفهم من الكم موقف دول، ست مواقف بسرعة، من هو جيش الله لخدمة ولاده؟ الملائكة. وممكن يكون الرب بنفسه أوقات يعني يجي بنفسه، زي ما حصل مع الثلاث فتية، ظهر معهم يعني واحد شبيه بابن الآلهة، فده كان يعني الرب موجود في وسط أتون النار معاهم. ماشي كده؟ كنت عايز اقول نقطه سريعه كده من لهاش علاقه بالحته دي قوي، لكن عشان كان قالها الاخ في بتاع الوعظه اياها، قال لك بيظهروا زي ما ربنا، زي ما ايليا وإليشع ظهروا. حبيب قلبي، ايليا وإليشع ظهروا في حضور الرب، فيعني الرب يبقى موجود يا ملائكته. وبالمناسبه عايز اكد على نقطه مهمه جدا بقى، لم يحدث اطلاقا في تاريخ الكتاب المقدس كله، عهد قديم وعهد جديد وحتى الثلاث قرون الاولى، ان الرب ارسل حد من الأموات علشان يلحق شعبه أو برسالة لحد. الوحيد اللي حب يعمل كده كان صمويل، وما لجأش لربنا، لجأ لعرافة عين دور، قال لها طلعي لي صمويل أو هاتي لي روح صمويل. فاللي بيعمل كده عايز يروح عند عرافة عين دور، ده شغل سحر عايز أقول يعني. لكن الرب كان بيبعت مين؟ كان بيبعت ملائكة، يا يجي بنفسه يا يجي مع ملائكة، خلصت قصة على كده. فيجي يقول لك يعني يقول لك بيبعت فلانة أو فلان، كلام ده ليس كتابين على الإطلاق ويخوف. ليه بقى؟ هل ربنا بعت موسى مثلا برسالة ليشوع يشددوا فيها؟ ما حصلش. هل أيام داود مثلا برضو لما كان بيتزنق ولا حاجة زي كده كان ربنا بيعزيه بأنه يبعت له يعني، ما هو موسى قبل أو يشوع أو أخنوخ، الناس المحترمة دي، أو إبراهيم؟ لا طبعا. وانس الناس دي ماتت، بالنسبه لنا ماتت احياء عند ربنا، مش لنا احنا، بالنسبه لنا ماتوا. عشان بس الحته دي هنجيلها في الحلقات الجايه، حكايه الناس الاحياء دي، لما هاجي نتكلم على موضوع الشفاعه فيري فيري سون، يعني قريبا جدا. يبقى خلصنا ايه بقى من الموضوع دوت من لغايه دلوقتي؟ ان جيش الله هو الملائكه اللي بينقذ ولاده، ولاد الرب، يا اما الرب بنفسه يا اما ملائكه بيكونوا طبعا مرسلين من عنده، سواء ببشارة أو بكلمة نبوة أو بتفهيم زي ما حصل في زكريا ودانيال. بس احنا بنتكلم دلوقتي عن الدفاعيات، فكان ربنا بيدافع عن ولاده يا إما بنفسه يا إما بالملائكة، مش بإبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا أخنوخ ولا إيليا ولا أي حد من دول نهائي. هتقول لي بقى ممكن يبعتهم، الحقيقة هو حر بس ما حصلش. فانت ما تقعدش بقى تقول له بعتلي داود او بعتلي معرفش مين، انت تقول له يا رب انا في ورطه، يمكن يشرفك بنفسه، يمكن يشرفك بنفسه. انا بس حبيت اخلص، جيش الله هو الملائكه يا اما الرب القوات نفسه. ماشي كده؟ ده من الكتاب. اما كل الخرافات اللي بدات من القرن الرابع وما بعده، دي كلها افعال شعوذه وسحر وشغل شياطين. نيجي بقى، طب الحيات بقى في الكتاب المقدس ايه وضعها؟ دي مصيبه. اول ما تقول حيه، لو سالت اي واحد حتى ما بيعرفش كتاب، هيقول لك الحيه اللي كانت في الجنه. بس الحيه اللي كانت في الجنه كانت ايه؟ شيطان دخل في الحيه، خد شكل الحيه، صح كده؟ وخد منها ايه بقى؟ من الرب لعنه وعداوه. يعني اول ما تفكر في حيه افهم ان في نمره واحد، الحيه اللي هي الشيطان ملعونه، وبيني وبين نسل المراه في عداوه، مش في سلام، الحية مش هتيجي تدافع عنك. يبقى دي أول نقطة من الحية في الكتاب المقدس، الشيطان الذي أغوى حواء. اتنين، الرب بقى الحقيقة سمح لحيات تعاقب الشعب، فما كانش ده جيش، ده كان بتعاقب الشعب. يعني لما جاي يأدبهم وكذا مرة يقول لهم أدبكم بالحيات والعقارب. بس احنا بقى ولاد العهد الجديد اعطانا سلطان ان ندوس الحيات والعقارب، مش هي اللي تيجي تحمينا او تبقى هي سبب نبوه، كانها لو ما جاتش بقت في نبوه
نفهم ان في كارثة جاية زي ما شفنا في الفيديو. نمرة 2 قلناها الرب يعاقب شعبه بالحياة، وقال لهم اضربكم بالحياة والعقارب اوته بالوباء والهصة دي كلها، لكن هللويا مجدا ليك يا رب، اديت لولادك ان يدوسوا الحياة والعقارب ويطلعوهم ولنا سلطان. في اخت من المتابعين قالت حاجة جميلة قوي 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 كتعليق كده، يعني قالت ان ولاد ربنا بقى بيربطوا الحاجات دي. هللويا، طبعا احنا نربط الشيطان ونربط الحياة، بندوس عليها، مش هي اللي تيجي وتقعد تتمشى وتضحك علينا وتجينا كل سنة عشان تأكد الضحك علينا، ولو ما جاتش يبقى كأننا بنتلقى منها كلمة نبوة، التعبين ما بدنش، يبقى في مصيبة جاية. ايه هي المصيبة؟ ما حدش عارف، بس في مصيبة جاية. وبعدين لازم يترجموها بأي مصيبة حتى لو مضطرت، بس مش هدي القضية. القضية انهم اصبحوا دلوقتي يتلقوا كلمة النبوة من التعبين، وكلمة السلام أيضا من التعبين، بتبسطوا بيها بقى، والناس تصرف فلوس وتروح بقى وتشوف وتقول هللويا ويبوسوا العذراء والتعابين وهيصة يعني. نمرة 3 هي بالنسبة لنا بقى العدو اللدود. نقرأ مثلا 3 مراجع بسرعة كده من سفر الرؤيا، مكتوب عنها إيه؟ فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. هم اللي فيه ده ضلال، دي درجة من درجات الضلال. طرح إلى الأرض وطرحت ملائكته معه. 2 فأعطيت المرأة جناحي النسر. هنا المرأة النبوة عن بني إسرائيل، لما هيبتدوا يقبلوا الرب في آخر الأيام ده بعد الاختطاف هتحصل، حتى لو اختلفت معايا الاختطاف قبلها ولا بعدها مش هي دي القضية، بس هنا المرأة أحسن البعض يقول لك دي العذراء، مش العذراء، احنا بنتكلم على المجيء الثاني، العذراء دورها في المجيء الأول وخلص. المهم، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. تعال بقى منين؟ من وجه الحية اللي الشيطان بيتابعها. فألقت الحية بتحاول تجيبها من فمها وراء المرأة ما كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. آخر حاجة بالنسبة لسفر الرؤيا هذكرها، مش اللي مذكورة، لكن فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقياده ايه؟ 1000 سنة. انا عايز اقول بس ايه؟ ان من الكتاب المقدس بالنسبة لنا الحياة دي مصيبة، في بيننا وبينها عداوة وملعونة، لكن هللويا احنا لنا سلطان. فلما تتخيل ان هي جاية تقدم لك خدمة اهرب منها، بتضحك عليك. هضرب لكم بقى مثل عشان نأكد على النقطة دي. لو انت مثلا هنفترض انك انت سايق، وبعدين مثلا حد قال لك ايه؟ انت راح، هفترض يعني راح، معلش انا من مصر فهضرب المثل ده يعني، راح اسكندريه، وبعدين مثلا انت مثلا هتروح هتاخد الطريق الصحراوي مثلا يعني، فواحد قال لك ايه؟ على فكره الطريق الصحراوي في اسمه ايه ده؟ رادار، عربيات رادار بتاع البوليس طبعا موجوده، او كاميرات مراقبه يعني، او قال بيسموها كمين، مش مهم يعني التسميه. فالعربيه دي بتبقى واقفه على جنب الطريق كده، وبعدين انت حضرتك ماشي ممكن بيشغلوا الرادار ويعرفوا انك انت ماشي بسرعه ولا مش بسرعه. لما واحد بقى صاحبك يقول لك كده بتعمل ايه؟ تبقى ماشي. لو انت مش شايف اي عربيات على جانبي الطريق ممكن تاخد راحتك في السواقه، لكن اول ما تلمح ان في عربيه واقفه انت مش عارف هي بوليس ولا مش بوليس، ممكن تبقى مش واخده شكل بوليس، او بيسموها اندر كفر يعني في اندر كفر يعني مش مكتوب عليها بوليس عشان ايه الناس ما تنتبهش، كانها زي مطب يعني، او يعني مش مطب يعني مطب في الطريق يعني، كانها ايه فخ او بيسموه كمين يعني حاجه ما تتشافش. اما انت مثلا لمحت ان في عربيه واقفه في جانب الطريق، ممكن تكون عربيه عطلانه، بس برضه ممكن تكون ايه بقى؟ العربيه بتاعت ايه؟ البوليس اللي هي فيها كاميرا او فيها رادار. ساعتها بتعمل ايه بقى؟ بغض النظر بقى، بتتحذر، تاخد بالك، فتعمل ايه؟ بتهدي، وكمان تمشي تحت السرعه بشويه، صح كده؟ انا عايز اوصل لايه بقى؟ ان لو عندك اي شك لازم تاخد بالك. فالوقت لو حد قال لك ده الحيه التعبان بيظهر وبيعمل لي خير، يبقى المفروض تعمل ايه؟ تتحذر. ليه بقى تتحذر؟ لان شفنا في الكتاب المقدس الحيه دي عدو لينا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، صح كده؟ نقولها تاني، الحيه دي موجوده من سفر التكوين صح 3 لغايه سفر الرؤيا، يعني من اول الجلده للجلده. يبقى لما حد يجي يقول لك ده الحيه هتعمل لك وتسوي لك، تصدق ولا تاخد بالك؟ لازم تاخد بالك، لازم تفحص. والحقيقه
لازم تهرب. فاللي يمشي ورا الكلام ده يعتبر ايه بقى؟ سوري، الشيطان ضحك عليك، الشيطان ضحك عليك وسقاك الطعم وانت ماشي مش واخد بالك. الملخص، جيش الله هو الملائكة. طب وجيش الشيطان؟ عادي جدا، جيش الشيطان التعبين. فالجيش اللي هم ارسل لهم، وانا هفترض ان دي حقيقه وممكن جدا، هو طبعا ما دام بتتكرر حقيقه يعني، بس ليه جالهم التعبين؟ لانهم لم يطلبوا وجه الله، ولكن طلبوا ايه؟ حد غير الله. حتى لو ماليش دعوه، في خروج 20 طب اسمحوا لي نقراها الايه، عايز اقراها بالنص لان يعني فيها بيبان حاجه. خروج 20 نقراها مع بعض عشان بتاكد حاجه الناس بتتناساها، وبعدين يقول لك هو ربنا يعني هي بيغير من ولاده والكلام ده كله. نقراها مع بعض، معلش سوري ان انا ضيعت وقتكم، نقراها مع بعض اهي. بيقول ايه؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. ليه بقى؟ لان انا الرب الهك اله غيور. بس انا قريت حتى نطيت حته، متاسف، الحته اللي قبلها لا يكن لك الهه اخرى امامي. انا عايز اركز دلوقتي على كلمه لا يكن لك الهه اخرى امامي، وحكايه لاني انا الرب الهك اله غيور. ايه معنى الكلام ده بقى؟ كلمة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لما ترجع للترجمة والكلام العبري، وهي حتى بينا في العربي، لا تكن لك آلهة أخرى في محضري أو بالإضافة لي مش بدوني. يعني ما هو بني إسرائيل زي ما هنشوف في دراسات كتاب جاية كانوا بيعبدوا ده وده، فكانوا بيحطوا ده جنب ده، يعني درجة وصل إن أحاز حط في داخل بيت الرب، حط مسبح لإله الإله الوثني. هنجيلي الحكاية دي بعدين في حلقة تانية في الدرس كتاب. فهنا عشان كده بيقول لك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ليه بقى؟ أنا إله غيور. غيور يعني إيه؟ بغير، غير على مجدي. ومكتوب ده برضه في أشعياء إن هو إيه؟ مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح للمحدات. أنا إله غيور، ما تديش لحد، أنا متفرد. فتيجي تقول لي العذراء ماليش دعوة، ما احنا شفنا العذراء الحال المسيح تنكر، سوري في التعبير، للأمومة والأخوة الجسدية. لما قالوا له أمك وأخواتك، قال لهم مين أمي وأخواتي؟ وشاور على الناس اللي حواليه، قال هم دول أمي وأخواتي. هقول لكم على حاجة تشجعكم يعني. أنا لسه عندي دقيقة يعني أو دقيقتين. كنت مع مجموعة في إندونيسيا السنة اللي فاتت، وكنا يعني في شغل كرازة يعني، ودعينا ان احنا برضو نوعز في كنايس. كنا يعني يوم الاحد وبقية الاسبوع كنا بنعمل حاجة تانية. فحصل وعزنا اربع مرات، انا ما وعزتهمش كلهم، انا يعني كنت خدت دور واحد بس، لكن كان في ثلاثة تانيين برضو اتكلموا. فكنا بنتكلم في الكنيسة الصبح وبعد الظهر. من الاربع مرات في مرتين كان معانا من المجموعة بتاعتنا اختين، ربنا فتح عينيهم، كانوا بيشوفوا ملائكة، ملاك واقف ورا اللي بيتكلم، طبعا بنتكلم بالانجليزي، وملاك واقف ورا اللي بيترجم لان الشعب ما بيفهمش انجليزي كويس، عندهم لغة بتاعتهم اسمها بهاسة، فكان احنا يعني بنوعظ بالانجليزي وفي مترجم من بلدهم، او يعني هو اللي بيسمع بالانجليزي ويترجم للغتهم. فكانوا بيشوفوا ملائكة، وبعدين حتى انا قلت لهم، وفي واحده شافت خمس ملائكة في الكنيسه، مش اتنين، شافت اتنين واقفين ورا اللي بيترجم واللي بيتكلم، وشافت ثلاثه واقفين حوالين الكنيسه. فانا ساعتها اتشجعت قلت لهم، لان دول حصلوا في نفس الكنيسه حكايه الملائكة دي، اللي هي يعني الكنيسه شافوا الصبح حاجه وبعد الظهر شافوا حاجه. قلت لهم احنا كده لازم نروح نقول للناس عشان يعرفوا قد ايه كنيستهم يعني محروسه يعني. فده جيش الرب، ده جيش الرب. هي من هنا، مش بعت لهم تعبين يا اخوه، ما كانش في تعبان ورا اللي بيتكلم وتعبان ورا اللي بيترجم وتعبين حوالين الكنيسه، حاشا ان يكون هذا. امين، يباركنا الرب، نفرح بالرب،
الذي اعطانا سلطان ندوس الحياة والعقارب. انت انا رب مجيئه، هنتقابل مرة تانية، والرب يعطي نعمة وحكمة فيما نتكلم، وتكون مسحة على كل كلمة تقال وكل اذن بتسمع. امين في اسم الرب يسوع. سلام، المسيح معكم.